ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم على توقعات شهر يونيو لأصحاب برج الحوت في عام 2019. مبدئيا كده، لأصحاب برج الحوت يمكن كان الفترة اللي فاتت اللي كانوا بيعانوا من مشاكل أسرية، مشاكل في العمل، عندكم في ثبات الفترة اللي جاية، عندكم تحسن، عندكم في تفاؤل، طاقة إيجابية، عندكم كمان تحسن في التعامل مع الناس اللي حواليكم، هيخليكم انتم يكون عندكم تحسن نفسي مع نفسكم، يعني هيخليكم حاسين بالرضا في التعامل مع الناس. يعني شهر هيكون فيه هدوء عامة، او مش هيبقى فيه مشاكل زي الشهر اللي فات. يمكن كمان الدنيا عندكم بدأت ان هي تتحسن في اخر اسبوع من شهر مايو، لكن في شهر يونيو عندكم في الدنيا اهدى، والمشاكل هتبدأ ان هي تختفي خالص، وعندكم بداية بشرات كتير حلوة جديدة، عندكم نجاحات ومهارات كتير قوية واهداف هتقدروا ان انتم توصلوا لها. يمكن الجزء، احنا قلنا قبل كده ان الجزء الثاني من عام 2019 هيبدأ عندكم بتحسن رهيب، والدنيا هتبقى معاكم يعني حلوة جدا. شهر يونيو ده من بداية التحسن اللي هيبدأ معاكم. يمكن هيكون متقلب شوية، بس هيكون في حاجات بسيطة، هيكون في شوية تكات كده من الجزء الأول أو تأثير الجزء الأول من عام 2019، لكن الدنيا معاكم في تحسن، وانتم هيبقى عندكم الإحساس ده، أو عندكم إحساس التفاؤل والتحسن، وان انتم هتبدأ ان انتم تعلوا في درجات النجاح بالنسبة لكم. خلوني أبدأ معاكم من التكات أو الحاجات اللي هتقابلكم شوية هتكون صعبة في شهر يونيو. اولا كده، خلي بالكم من الحاجات اللي فيها شراكة مع حد، او ان انتم تتعرضوا لحاجات فيها نصب احتيال، ان انتم تدخلوا تشتروا حاجة، يعني خلي بالكم من الناس اللي انتم بتتعاملوا معاها كويس جدا، ان يكون في عملية نصب عليكم، سواء كان من قريب او غريب. يعني مهما كان، خلي بالكم من الناس اللي عايزة تدبسكم في شراء حاجة، بيستغلوكم ايا كان، لان انتم عندكم تحذير مهم جدا، اللي هو تحذير من النصب عامة، او بمعنى اصح ما تدخلوش نفسكم في مشاكل مع سلطات او حد مركزه عالي، يعني لتجنب اي حوادث ممكن تحصل او مشاكل ممكن تحصل. اتجنبوا المشاكل بمعنى اصح خلال حتى الفترة اللي جاية، يعني هيكون افضل كتير ليكم عامة. هو نسبة 70% من اصحاب برج الحوت عندهم تعرض لحاجات مؤسفة شوية، هيواجهوا حاجات صعبة شوية الفترة اللي جاية، فخلي بالكم. طبعا انا بعتذر جدا ان انا بقول لكم ده، بس الافضل او يعني ان انتم تخلي بالكم من الحاجات دي، تخلوها دايما في بالكم ان انتم ما تقعوش في مشاكل زي كده. ومشاكل الشراكة اللي هي المشاريع او العمل، من حيث العمل لو شراكة مع حد، خلي بالكم برضو من الشراكة دي، حاولوا ان انتم تبقوا عارفين حقوقكم كويس جدا، وعارفين حقوق اللي قدامكم كويس جدا، عشان برضو ما تقعوش في مشاكل ما بينكم تدخلكم في حاجات قانونية. طبعا من حيث العمل عندكم الفترة اللي جاية هيكون فيها تحديات مادية، هيكون في مشاكل مع زمايلكم، او حد بيبقى مستقصدكم هيعمل لكم خصومات من حيث المادية او الراتب بتاعكم، لكن ده هيكون يعني حاجة بسيطة، لكن عندكم انتصارات وعندكم حاجات ونجاحات، ان انتوا تقدروا توصلوا لاهدافكم اللي كنتوا حاجات انتم كنتم مخططين ليها وعايزين توصلوا لها. عندكم الحاجات دي هتكون ليكم، هتقدروا توصلوا لها، عندكم بشرات حلوة. طبعا عيني وجعاني جدا زي ما انتم شايفين كده، بايظه خالص. خلونا نكمل. عندكم ان انتم هتقدروا توصلوا للنجاحات اللي انتم عايزينها، عندكم بشره في مولود جديد او عمل جديد، عندكم حاجه جديده او انتقال لبيت جديد، ده يمكن حاجه هتخليكم تنسوا شويه المشاكل اللي فاتت، وهتنسوا مشاكل او التكات اللي هي الحاجات كده الصعبه شويه اللي ممكن تقابلكم خلال شهر يونيو. هتفرق معاكم وهتديكم تفاؤل وهتديكم باور، او هتديكم طاقة ايجابية تخليكم تحلوا المشاكل، او ان انتم تخوضوا في
تخوضوا في المشاكل وتطلعوا منها بسلام، وتحسوا ان انتم كمان عملتم انجاز او حاجه جديده او حاجه بالنسبه لكم قويه، لان انتم هتخرجوا من العاطفه وتخرجوا من الحنيه والطيبه اللي انتم فيها شويه، هتكونوا كده شرسين في شهر يونيو، هتاخدوا حقكم حتى لو ايه هتاخدوه حتى لو في بطن الحوت. خلونا بقى نتكلم على الحاجة الحلوة، العاطفة بالنسبة لأصحاب برج الحوت. بالنسبة للناس المش مرتبطين عندكم ده يعتبر شهر الحب، على رغم الحاجات اللي احنا قلنا ممكن هتحصل حاجات صعبة ويمكن عمليا هتقابلوا حاجات صعبة، لكن عاطفيا هتلاقوا الحب في وسط ده كله، هتحسوا ان في حد واقف جنبكم بيساندكم. الأقرب هيكون من أصحاب يا برج العذراء يا برج العذراء يا برج الحمل، والاكتر اللي هيتقربوا لكم واللي واقفين جنبكم اصحاب برج الحمل، يعني عندكم حب من اصحاب برج الحمل او العذراء، لكن الاكتر اصحاب برج الحمل، فهتحسوا ان في حد واقف جنبكم وبيساندكم، هيتلاقوه ان هو بياخد بايدكم، هتحسوا ان في ظهر ليكم او سند، وده الحاجه اللي هي هتشدكم من ناحيه العاطفه، يعني ده اللي هيشدكم من الشخص ده، وهيبدا العاطفه عندكم تبدا ان هي تتولد ويبدا حب جديد. لكن خلي بالكم كويس جدا جدا من الاشخاص او الحب المزيف. الحب اللي انتم هتقابلوه حب مش هيكون كلام، حب هيكون انتم هتحسوا ان في افعال هي اللي هتخليكم يبان الحب ده. اصحاب برج الحوت انتم عاطفيين شوية، يعني ممكن تشوفوا حد اتكلم مثلا فتقولوا اه هو ده الحب اللي احنا هنقابله، لا فكروا كويس جدا، شوفوا ان الحب اللي انتم هتشوفوه ده هو ده الحب اللي هيبقى مكمل معاكم ولا لا، هو دي العلاقة العاطفية اللي هتبقى عميقة ولا لا، هتبقى واضحة عامة. بالنسبة بقى الاشخاص اللي هم مرتبطين او متجوزين وكان عندهم مشاكل، الشهر يونيو هتبدأ المشاكل دي تتحل، هيبدأ عندكم الرومانسية، تحتاجوا للحب جدا، هتعرفوا تقولوا كلام حب في وسط مشاغلكم الكتير دي، هيخلي الشريك هيحس ان انتم في وسط كل المشاكل او في وسط الحاجات الصعبة، في وسط شغلكم ووسط كل الحاجات دي عندكم حب وعندكم عاطفة، فهيبدأ ان هو يبقى معاكم عاطفي جدا ويبدأ حب، هتلاقوا الحب منه وهتلاقوا ان انتم عايشين، يعني العلاقة العاطفية عندكم خلال الشهر دي هتبقى حاجة بامبي حلوة جدا. وبالنسبة للي كان بيعاني من مشاكل انفصالات عندكم، راجعوا نفسكم واعملوا نفسكم كده تساؤلات، شوفوا مين فيكم اللي كان صح ومين فيكم اللي كان غلط. لو انتم اللي لقيتوا نفسكم غلط ومتطلب ان انتم تروحوا للشريك او السابق او اللي انتم انفصلتم منه وتقدروا ان انتم ترجعوا العلاقة العاطفية تاني رجعوها، كتير من اصحاب برج الحوت هيرجع للعلاقة القديمة بقرار منه هو. عشان ما طولش عليكم، اصحاب برج الحوت من ناحية الصحية في شهر يونيو، طبعا اصحاب برج الحوت بيكرهوا جدا الصيف او درجة الحرارة العالية، خلي بالكم من تقلبات الجو وخلي بالكم من الحرارة العالية دي ان هي هتأثر عليكم، تعمل لكم مشاكل اختناق، مشاكل في التنفس، اللي يحاول يقدر ان هو ما يخرجش او يأجل مشاويره اللي هي في الايام اللي هي حر شديد، لو قدرتوا تعملوا كده حاولوا تحافظوا على نفسكم، حاولوا ان انتم يكون عندكم الوسائل اللي تقدروا ان انتم تحافظوا على ان مشاكل الاختناق دي ما تجلكوش او المشاكل في التنفس ما تجلكوش، بالذات يعني في الفترة اللي جاية، وعامة انتوا عندكم اشهر الصيف دي حاجة بتتعبكم جدا، او شهر الصيف ده بيتعبكم جدا. طبعا انا بتمنى ان انا اكون فدتكم، مش عايزة اطول عليكم، بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وبشكركم جدا وسلام عليكم.